الاستاذ العظيم كاتب كتاب، واحنا في كليه الحقوق تتلمذنا على ايديه وقرينا هذا الكتاب، واخرين وقدمنا كل الاراء الفقه والمستندات الكافيه، انما عقيده الحكم دي احنا ما بنناقشهاش وما انتهى اليه لا نناقشه. سياده المستشار انا اسف، قالت المحكمه انه هذا النزاع هو نزاع وطني خالص تتوافر فيه نعم. صفة المنازعة الإدارية وليس نزاعا دوليا. هو بيوصف وبيمهد لقضائه بما يراه وبما يصح عنده. لكن هو دخل في المسائل الدولية أكثر مما ينبغي. فأنا بقول لحضرتك بمنتهى البساطة، الاتفاقية دي اختصاص لمجلس النواب. فإذا فيها عيب وتعدلت. يعني نفترض ان فيها عيب وتم تعديله. هيشوفها مجلس النواب. قالت الوحيد اللي بيملك وسائل رقابتها مجلس النواب. هايل يا فندم. قالت المحكمة أيضا إنه اتضح ليها وبلا أي لا لبس ولا غموض إنه مظاهر السيادة المشروعة لا تتمتع بها سوى دولة ذات السيادة على جزيرتين اللي هي مصر. مظاهر سيادة مش مظاهر إن إحنا بنحمي وخلاص يا فندم. المحكمة قايلة كده. إحنا كتبنا في هذا كثيرا. والدكتور الكشيري كتب. في مناسبة أخرى إحنا قلنا إنه بمناسبة وجودنا هناك العديد من صور أعمال الإدارة على هذه الجزر وليس أعمال السيادة. يعني في فرق بين إنك بتدير وإنك بتمارس السيادة. إحنا كل علاقتنا مع هذه الجزر علاقة إدارة ليس أكثر ولا أقل. ثم إن بعد هذا لا أحد يكذب.